اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى، النهارده جبت 5 كب كيكس مختلفين، هناكلهم كلهم الكوكي مونستر وهنخليه، عشان هو طبعا انتوا عارفين ان هو بيموت في الاكل. هنشوف بقى رايه ايه في الموضوع ده. هياكلهم كلهم اكيد طبعا، هينبسط كده عشان هو بيعشق الايه، الكب كيكس. انا عارفه طبعا الكوكي مونستر ان انت بتعشق الكب كيكس، صح ولا ايه كوكي مونستر؟ صح قوي، انا بحب جدا الكب كيكس وعايز ان انا ادوقهم. ما تقلقش يا كوكي مصر، انا اكلك النهارده كتير قوي قوي قوي، انا اكلك 5 كب كيكس بحالهم. واو، انا بحب جدا الكب كيكس، انت عارفه طبعا ان انا جعان، انا جعان. اوكي يا كوكي مونستر، ما تقلقش، انا عارفه ان انا هنفخ النهارده كب كيكس وهتقعد تاكل لحد ما تقول يا بس. اوه انا فرحان قوي. اوكي يا كوكي مونستر هتفرح، صدقني صدقني صدقني، هتشوف هعمل فيك ايه النهارده. مبقاش ايه، شوف بص، هاكلك اول كب كيك معايا، افتح بقك بقى كده ودوها قول لي ايه رايك. يم 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 يم، طعمها جامد قوي، هاتي بقيتها. يم 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 يم، انا عجباني قوي قوي الكب كيك، هاتي بقى يلا بسرعه، هاتي بقى يلا. خلاص يا كوكي مونستر، حاضر، ما تزقش كده. الله، هجيب لك تاني كوكي، هجيب لك تاني كب كيكس، ما تقعدش تزق. دي تاني واحده معانا، شكلها برضو حلو جدا بالليمون وعليها ايه، قطع من التفاح من فوق. الله انا بحب التفاح قوي، دوقها لي يلا بسرعه. اوكي يلا كوكي مونستر، افتح بقك بقى على الاخر. ايوه كده بالظبط، واو شاطر يا كوكي مونستر. ادينا كده حطينا اول حبه، اقفل بقى بقك عليهم. يم 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 يم، طعمها فعلا جميل جدا. دي بقى تالت واحده، لونها برضو برتقاني وعليها صوص الفراوله بالتفاح برضو والكريز من فوق. افتح بقى بقك كوكي مونستر. يم 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 يم، انا ابتديت اتعب لان كده كتير جدا، بس انا بحب الكب كيكس قوي، هتيجي اكتر واكتر. اوكي كوكي مونستر ما تقلقش. بص، حطينا كده بقى كل الكب كيكس في بقك كده، رقم 3. تعبت ولا لسه؟ لا لسه ما تعبتش خالص. اوكي كوكي مونستر، هنجيب لك بقى رقم 4 وتقولي بقى ايه رايك فيها. ايه ده، بصوا دي بقى بالتفاح وعليها الكريز وعليها ايه، صوص لونه ايه، ازرق من فوق، شكلها جامد جدا. دفستها كلها في بق كوكي مونستر، يلا بقى اكلها. يوم 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 يوم، انا خلاص ابتديت ان انا هفرقع، باكل 4 كب كيكس بس طعمهم فعلا جامد قوي، هتيجي تاني. اوكي كوكي مونستر انت جبار، يعني انا اكلتك 4 ولسه عايز تاكل تاني. هجيب لك بقى الخمسة اهي، افتح بقى بقك ودوق بقى كده وقول لي رايك. انا حاسه ان انت تعبان او مش قادر. لا انا كويس، هاتيها هاتيها، دفشيها في بقي بسرعه. اهي حطيتها في بقك، اكلت كده بس الصوص، حط بقى بقيه الكب كيك. وبكده واو، يوم 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 يوم، وبكده يكون وبكده يكون كوكي مصر اكل معانا 5 كب كيكس. المتوحش ده كده تاكل 5 يا مفتري، اكلتهم كلهم. يا لهوي عليك، ده انت فظيع، على طول جعان. انا جعان انا جعان جعان. ايوه كوكي مصر، اعمل لك ايه؟ طيب اكلتك 5 كب كيكس، تعال كده نشوف لو في حاجه تانية ممكن انا اكلها لك عشان انا ادفي جوعك ده شويه، عشان انت غريب. تعالوا كده نشوف في اي حاجه تانية ممكن احنا ناكلها له، ولا شايفين ان كفايه كده عليه؟ بصوا بقى، في هنا ده بولت ايس كريم، شكلها فعلا حلو قوي. وبصوا ده كذا بوله واحده بكذا طعم مختلف، انا عارفه ان هي تعجب كوكي مونستر قوي. افتح بقى كده بقك وقول لي رايك. دوقهم بقى، ناخد اول واحده اللي هي لونها برتقاني دي تقريبا بالمانجا. يوم 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 يوم، طعمها حلو قوي، بحب الايس كريم جدا. ودي بقى لونها ازرق، كلها بقى كده كوكي مونستر. يا كوكي مونستر النهارده اكل حلويات وحاجات مسكره جامده جدا، تكفيه طول عمره. ناكله بقى، بص ده الاخضر ده اللي هو بالمستكة، والاصفر ده بالليمون. دو بقى كده وقولي ايه رايك. يوم 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 يوم، انا حاسه ان كوكي مونستر مبسوط جدا، عاملين ناكله في ايس كريم وكب كيكس من اول الفيديو، اكيد طبعا فرحان. يوم 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 يوم، طعمها فعلا جامد جدا، انا بحبك ابي وبحب الاكل ده جدا.
عارفه كوكي مونستر، عشان كده انا عملتلك منه كتير. خد بقى ليه بتعمل ليمون وقولي بقى ايه رايك فيها. وهنا بقى دي اللي لونها كريزه بتاعتها تعجبك قوي. ده اخر بقى حاجه معايا، ومش معايا اي حاجه تاني نقدر ان انا اكلها لك. يوم 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 يوم. لا طعمها فعلا يجنن. انا انبسطت جدا، اكلت كل الاكل اللي كان نفسي فيه وانبهرت بيه قوي. انا بحبك جدا وبحب الاكل الفظيع اللي انت اكلته لي. يا ترى بقى هتعمل لنا غدا ايه؟ يا لعب عليك يا كوكي مونستر، عايز تتغدى ايه بس؟ بصوا كل الاكل اللي في جسم كوكي مونستر اهو من ظهره. يا لهوي كل ده اكلناه له، ما تعبش خالص، ده انت فظيع، بتقعد تاكل كتير قوي قوي وعلى طول جعان. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو الفظيع ده عجبكم، وكوكي مونستر التفز ده عجبكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي 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 باي.